عشان احنا الاهلي وبيشرفنا اننا ننتمي للكيان ده، وبنراهن دايما اننا لسه هنقدم الاحسن وهنطور اكتر وهنوسع المسافة دايما في كل حاجة بيننا وبين اي منافس. والارقام هي اللي واضحة لحد دلوقتي من اول ما انشئ النادي الاهلي حتى اليوم. نروح بقى الماتش النهاردة بين الاهلي وطنطا، وهي مباراة اكيد مهمة للنادي الاهلي رغم انه حسم اللقب بدري. فالاهلي اي مباراة سواء كانت ودية او رسمية بيلعب من اجل هدف واحد هو الفوز. تعالوا مع بعض نروح لمراسلينا في ملعب المباراة شريف شعبان ومحمد توفيق ونشوف اخر اخبار الاجواء عندهم ايه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عندك حق كابتن، الاهلي دايما وابدا ودي، يلعب على الفوز، رسمي يلعب على الفوز، هو ده النادي الاهلي. عاده النادي الاهلي عود جماهيره على كده، الفوز ثم الفوز ثم الفوز. يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي ويكون الفوز من نصيب لاعبي النادي الاهلي. من استاد الاهلي والسلام، مباراه الاهلي وطنطا هتكون في الثامنه مساء، ملعب المباراه حدث ولا حرج. الاهلي وصل الساعه 6:30 و5، كان فايل الحريص هو ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ينزلوا ارض الملعب ويشيدوا بارضيه الملعب اللي الاهلي اشتغل عليها في اخر 10-12 يوم، يشتغلوا عليها عشان خاطر يحسنوا منها. النهارده ارضيه الملعب حاجه محترمه جدا، مختلفه خالص عن الاول. النهارده طاقم التحكيم بقياده طبعا الكابتن احمد حمدي فور وصوله لملعب المباراه هو وباقي التحكيم كان حريص ينزل ارض الملعب ايضا واشاد ايضا بارض الملعب، وكان حريص يلتقط كذا صوره تذكيريه في ارض الملعب هو وطاقم تحكيم. ويمكن النهارده امبارح في تمرين النادي الاهلي فايلر اشتغل على التشكيل هيلعب بيه النهارده، ومدي مرون تكتيكيه لكهربا لاجاييه للشيخ لمروان محسن، وعمل النهارده او امبارح في التمرين كذا تركاله. وتنفيذ النهارده بإذن الله يكون الأهلي من أول دقيقة في المباراة هيكون ليه قدرة على التسجيل من أول المباراة لو نفذوا تعليمات الراجل. النهاردة هتلاقي الأهلي شكله غير امبارح، الراجل اشتغل على كذا سيناريو، اشتغل على كذا تحرك، اشتغل على حاجات كتيرة جدا امبارح في التمرين اللي كان سري طبعا لكل متابعي السوشيال ميديا وكل الإعلام خاص بالنادي الأهلي فقط، ولكن ما فيش حاجة خاصة وحصرية غير هتكون طبعا غير على شاشة قناة النادي الأهلي. يا رب بإذن الله النهاردة يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي وتضاف 3 نقاط جداد يقربوا النادي الاهلي من تحقيق رقم قياسي كالعاده. الارقام القياسيه ما تلاقيهاش فقط غير عند النادي الاهلي. كابتن ايمن عوده ليك من جديد، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ومن شريف نروح لمراسلنا محمد توفيق ونشوف اخبار نادي طنطا ايه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري المصري الممتاز. يمكن النهارده افتتاح مباريات الجوله ال30 بين طنطا والنادي الاهلي. المباراه زي ما كلنا كنا عارفين كان مقرر ليها تتلعب غدا الاحد على استاد غزل المحله، ولكن لظروف زي ما قلنا عدم تنفيذ تقنيه الفار على استاد غزل المحله تم نقلها لاستاد الاهلي والسلام هنا في مدينه السلام اللي هو ملعب النادي الاهلي في مبارياته بشكل عام. الاجواء هنا يمكن اكثر من رائعه داخل ملعب المباراه. ارضيه الملعب اللي استقام عليها المباراه يمكن اشتهر بشكل اكثر من رائع. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره ما لعبش، كان بيلعب ماتشات في استاد القاهره، لكن حاله الارضيه هنا مطمئنه جدا والملعب بشكل عام اكثر من رائع. يمكن زي ما بنتكلم بقى على الاجواء هنا داخل المباراه، كمان قرر مجلس اداره نادي طنطا عمل ممر شرفي للنادي الاهلي بطل الدوري العام هذا الموسم، وان شاء الله دائما النادي الاهلي يحظى بكل الممرات الشرفيه وكل التكريمات اللي استحقها على مدار تاريخه. يمكن نادي طنطا زي ما حضرتك عارف يا كابتن ايمن يدخل المباراه النهارده هو في المركز الاخير في جعبته 18 نقطه فقط. يمكن كابتن رضا عبد العال في تمرينه الاخير اتكلم مع اللاعبين وقال لهم فرصتكم انتوا تلعبوا قدام النادي الاهلي، يمكن خلاص تاكد نزول طنطا للدرجه الادنى، لكن دي فرصه انتوا بتلعبوا قدام النادي الاهلي، متعوا نفسكم والعبوا كوره، دي فرصه مش هتتكرر تاني قدامكم، بتلعبوا النادي الاهلي بطل مصر وافريقيا، العبوا كوره مفيش ضغوط عليكم، خلاص بقينا في الدرجه الثانيه نقدر نلعب ماتش قدام النادي الاهلي ونعبر عن نفسنا. يمكن كمان كابتن رضا عبد العال يمكن ركز في تمرينه الاخير على تقفيل المساحات سواء في خط الظهر او وسط الملعب. يمكن النهارده كابتن رضا بيبدا بيلعب ب4-5-1. يمكن كان في غيابات عن نادي طنطا ابرزهم حارس المرمى محمد فتحي، احمد سالم صافي اللي اصيب المباراه الماضيه، احمد سعيد اوكا وجون ايفري. يمكن اهم العائدين النهارده حسين فيصل وهاني رشدي، يمكن دول كانوا بيغيبوا عن المباراه الماضيه امام الزمالك لان دول معارين من نادي الزمالك، وكان في بند في عقد اعارتهم من نادي الزمالك يمنع مشاركتهم امام نادي الزمالك. يمكن بيعودوا الاثنين للمشاركه النهارده، حسين فيصل على دكه البدلاء وهاني رشدي هو المهاجم الاساسي لفريق طنطا النهارده. كذلك عوده محمد العش من الاصابه، يمكن اللاعب ده كان مصاب، يمكن دي اول مباراه يخش القائمه فيها منذ ازمه كورونا الاخيره. يمكن المباراه بشكل عام نادي طنطا كان وصل الملعب الساعه 7 الا ثلث،
اتكلمت مع الجهاز الفني، مركزين جدا في المباراه، بيقولوا ان دي مباراه قدام النادي الاهلي بغض النظر عن ان احنا خلاص مش موجودين في الدوري الممتاز، لكن دي فرصه كبيره ان اللعيبه دي تثبت نفسها، كمان فرصه كبيره لتسويق اللاعبين نفسهم قبل نزولهم للدرجه الثانيه. يمكن يكون في دافع عند اداره طنطا كمان لتسويق بعض اللاعبين والاستفاده ماديا في حاله يعني خلاص الفريق بقى موجود في الدرجه الثانيه. مباراه زي مباراه النادي الاهلي مصر كلها بتتفرج عليها وبتستناها، يمكن الاداره حاطه في دماغها موضوع التسويق وان يكون في اكثر من لعيب يمكن تسويقه في مباراه زي النهارده امام النادي الاهلي، ده هيكون يعني فرصه كبيره ان هم يسوقوا اكثر من لاعب. يمكن حكام المباراه كانوا اول حاضرين لملعب المباراه، حضروا قبل المباراه بساعتين ونص وعينوا ارضيه الملعب وتاكدوا من سلامه الشباك، كذلك حكام الفار عمرو الشناوي ومحمد التبعي كانوا حريصين يمكن في الكواليس كده ان هم يطمنوا على تقنيه الفار، سواء الموجود الجهاز الموجود في الملعب جهاز الفار او من عربيه الفار الموجوده بجوار عربيه الاذاعه الخارجيه الخاصه بالتلفزيون المصري. دي كانت ابرز اجواء هنا كابتن ايمن، عوده ليك ومتواصلين معاك في اي جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلنا الكرام شيف شعبان ومحمد توفيق.